بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. شهر 10 القادم، ايه اللي هيحصل بالظبط في شهر 10 القادم؟ وليه كل التقارير الامريكية بتتكلم والعالمية كلها بصفة عامة بتتكلم عن موضوع شهر 10؟ وايه الحدث المهم اللي هيحصل في شهر 10 الجاي؟ وايه التقرير العالمي الجديد اللي هنتكلم عنه مع بعض النهاردة؟ وايه اللي هيحصل بالظبط؟ وهل هيتم انهيار السوق السوداء ولا ارتفاع السوق السوداء؟ وفي نفس الوقت عن التعويم وعن استعدادات الحكومة لمواجهة الأزمة اللي تكاد تكون المرة دي جدية جدا جدا جدا. هقول لحضراتكم على كل الكلام ده دلوقتي، بس يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. طبعا كلنا شايفين ثبات في أسعار السوق السوداء عند مستويات ال 38، ولكن بدأنا نسمع عن تقارير عالمية جديدة عن حدث جديد في شهر 10 القادم بيتكلم عن انخفاض وانهيار للسوق السوداء، وفي نفس الوقت عن التعويم وعن استعدادات الحكومة لمواجهة الأزمة. من حوالي شهرين سمعنا عن بنك أمريكي بيتكلم عن انتهاء الضغط على الجنيه المصري وعدم وجود أي تعويمات قبل شهر 10 القادم، يعني بيتكلم عن أنه التعويم هيكون في شهر 10. بيتكلم كمان عن تحركات الحكومة اللي احنا بالفعل شفناها في الأيام الماضية، واللي بتتمثل في بيع الأصول والشركات بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، يعني 1.9 مليار دولار أمريكي، وعن صفقات جديدة زي ما قال لنا رئيس الوزراء. طبعا هو كان بيتكلم عن برنامج الأطروحات بصفة عامة، وعن كمية الفلوس أو كمية الدولارات اللي المفروض هتتوفر من الموضوع ده، ولكن اللي سمعنا عنه لحد دلوقتي فلوس بالفعل أو دولارات بالفعل دخلت لخزينة الدولة هي 1.9 مليار دولار أمريكي، يعني 1.9 يعني 1.9 مليار دولار أمريكي، هم دول اللي بالفعل تموا. وكمان رئيس الوزراء اتكلم معانا عن انه هيكون في 1 مليار دولار كمان هيدخلوا خزينة الدولة ولكن الشهر القادم، وده طبعا بيزود السيولة الدولارية. كمان اتكلم عن ايرادات قناة السويس اللي كانت في الشهور الماضية بمعدلات غير مسبوقة، وكمان عن عائدات السياحة اللي برضو كانت زيادة شوية في الفترة الماضية، وقال لنا انه في شهر يناير الماضي دخل مصر 1.3 مليون سائح، وده طبعا كان رقم كبير جدا في تاريخ السياحة بصفة عامة. وكمان اتكلم عن ملف الصادرات، وكمان بدء تنفيذ كل شروط صندوق النقد الدولي اللي مش باقي منها الحقيقة غير التعويم، واللي أصبح من الضروريات، ولكن البنك المركزي منتظر يكون معاه سيولة كبيرة يضخها في الأسواق زي ما قلنا لحضراتكم كتير جدا جدا، يقدر بعدها يعوم تعويمة يقضي بيها على السوق السوداء تماما. بالتالي لحد دلوقتي مفيش أي قضاء على السوق السوداء لحد دلوقتي، لأنه البنك المركزي المرة دي مصمم انه يكون الموضوع مختلف جدا جدا جدا. ازاي؟ قبل كده يعني تم تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات، في شهر مارس الماضي السنة الماضية، في شهر اكتوبر الشهر السنة الماضية، وفي شهر ديسمبر ونهاية وبدايات يناير 2023، 3 مرات من التعويم ولم يتم بعدها القضاء على السوق السوداء. بنشوفها لمدة شهر او شهرين بتكون مش موجودة، وبعدها بترجع تاني تطلع على الساحة، وكمان بترجع بزيادة شويتين ثلاثة. طيب صندوق النقد الدولي دلوقتي غير راضي على النتائج، لانه زي ما قلت لحضراتكم كتير جدا قصته مش تعويم، قصته تحرير سعر صرف او مرونة سعر صرف، يعني تسيب الجنيه قدام الدولار. ولكن اللي بيحصل دلوقتي مش هو ده اللي هم قالوا عليه، ومش قصته كمان تعويم، قصته انه حضرتك اما تروح للسوق السوداء او السوق السوداء تجيلك، بمعنى انه لازم يكون في سعر صرف واحد مش سعر صرف لكل سلعة في مصر. طيب ليه هو بيعمل كده؟ هو كل قصته كلها مش انه عايز المواطن انه يلاقي سلعة سعر واحد للسلعة ولا الكلام ده كله، ولا المواطن يهمه اصلا، كل قصته انه يكون عند حضرتك بيئة استثمارية ناجحة وبيئة استثمارية كويسة وخصبة علشان خاطر يقدر يجذب لحضرتك استثمارات من دول الخارج ومن دول اخرى، شايف انه اللي يجي يحط فلوسه هيبقى عارف انه هيقدر يلمها تاني، بالتالي حضرتك تقدر تسدد له القرض بتاعه، فبكده هيضمن ان هيكون في سداد فيدي لحضرتك القرض. هي دي كل قصته. اما اللي بيحصل دلوقتي عندنا سعر الحديد، سعر للسيارات، سعر للذهب، سعر الأغذية والمشروبات، سعر في السوق السوداء وسعر في السوق الرسمي، طبعا دي بيئة غير استثمارية ولا بيئة ناجحة لأي استثمار. هي دي كل قصة صندوق النقد الدولي، عشان كده هو مصمم على مش التعويم، على انه يكون عند حضرتك سعر صرف واحد فقط عند اي قيمة حضرتك ممكن ترتضيها او توصل ليها، ولكن يتم بيها القضاء السوق السوداء.
وانا قلت لحضراتكم انه استحالة هيتم القضاء على السوق السوداء الا في حال واحد، لو كان في مع حضرتك دولارات هتحطها في البنوك، انا احتجت 1000 دولار اروح اجيبه، فخلاص كده مين هيروح للسوق السوداء تاني ياخد منها، ومين هترضى السوق السوداء تغير له دولار. وبكده تبقى قصة السوق السوداء انتهت تماما. طبعا القصة مش بالبساطة دي الحقيقة، مش معنى ان احنا بنقول كده يعني السوق البنك المركزي قادر انه يعمل ده دلوقتي. البنك المركزي عنده التزامات تانية كتيرة جدا، عنده تسديد لمديونيات كتيرة جدا، خدمة الدين والدين نفسه وحاجات تانية كتيرة جدا جدا جدا، فالموضوع في منتهى الصعوبة. وكمان عنده انه متمسك جدا جدا بقيمة الجنيه، ومش راضي انه يخفض قيمة الجنيه دلوقتي، لانه كل ال3 تعويمات اللي فاتوا وصلوا بينا لقيمة تضخم ما اعلنتش قبل كده. يعني الجهاز العام للتعبئة والإحصاء بيقول لنا انه الارقام دي عمرها ما حصلت قبل كده، والاول مرة في تاريخ الجهاز يتم اعلان الرقم التاريخي اللي تم اعلانه الشهر الماضي. اللي حصل انه في مجموعة من الخبراء عملوا مجموعة من استطلاعات الرأي، وهو ده الحدث بتاع كمان شهر 10. المجموعة دي قالوا لنا مجموعة من استطلاعات الرأي من خلال مجلة رويترز، قالوا لنا عن نتيجة برنامج جديد هو اللي هيكون موجود في الأيام اللي جاية، هو برنامج لتخفيض قيمة الجنيه المصري عند مستويات ال34، وقالوا انه بحسب استطلاعهم للرأي ده القيمة العادلة للجنيه المصري. كمان بيقولوا ان بعد سنتين هيكون عندك 38 جنيه، يعني بمعنى انه القيم الكتيرة اللي بنسمعها في شهر 10، انه في شهر 10 يكون عندك 37 و38 و39 جنيه و40 جنيه والكلام ده كله. لا، دلوقتي الكلام الجديد بيقول انه في شهر 10 القادم هتوصل لقيمة ال34 جنيه لحتى 36 جنيه، يعني اقل تقدير 34 اعلى تقدير 36. 38 اللي بيتكلموا عنها دي مش دلوقتي، دي كمان سنتين، بالرغم ان احنا عندنا دلوقتي ال38 دي وصلت ليها السوق السوداء وتخططها قبل كده وكسرت حاجز ال40 جنيه. طبعا كلام المؤسسات البحثية دي بيكون على اساس تحركات الحكومة، وده طبعا بيقطع الطريق جدا على السوق السوداء في الارتفاع. تقرير رويترز من كام يوم كان رفع الدولار 2 جنيه في السوق الموازي. التقرير ده او البيان ده او الكلام اللي احنا سمعناه ده من المؤسسات البنكية، المؤسسة البنكية او البنك ده اللي بيتكلم عن انه الدولار مش هيتخطى حاجز ال35 جنيه، ده في الايام اللي جاية. بيقول لحضرتك انه لو في تعويم هيكون في شهر 10 القادم، وهيكون ما بين ال34 وال36 جنيه، ده اقصى تقدير، وال38 مش هنشوفها غير بعد سنتين. هتقول لي يعني السوق السوداء مش هترتفع في الايام اللي جايه؟ هقول لك 100 مره، السوق السوداء بتعتمد على بيانات وتحليلات ويعني تقارير لمؤسسات بنكيه، ممكن تقرير يجي يرفعها يخليه عدى ال40، وتقرير او كلام زي كلام الرئيس عن انه مفيش تعويم، شفنا بعدها الدولار وصل ل36 جنيه لاول مره من حوالي سنه، انه يوصل 36 جنيه يعني ممكن تصريح يرفع الدنيا، وممكن تصريح ايه يعني يهبط الاسعار شويه في السوق السوداء. طيب يتبقى هنا سؤال واحد، هل ده بالفعل ممكن يحصل؟ هقول لحضرتك ده بيتوقف على حاجة واحدة، قدرة البنك المركزي على تحصيل كميات كبيرة من الدولار، سواء من مصادرك الدولارية او سواء من استثمارات خارجية، يعني انه تعمل له بيئة استثمارية ناجحة فيكون عندك استثمارات جديدة، او سواء الحاجة الثالثة اللي هي القرض، سواء كده او كده او كده او برنامج الطروحات الحكومية. في كل الاحوال انه يكون عندك وفرة من الدولار هتكون مشكلتك اتحلت، لان مشكلتك الحقيقية في شح الدولار. طبعا في الايام اللي جاية بنتمنى انه البنك المركزي يقدر على المهمة الصعبة جدا 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 دي، مهمة صعبة جدا، انه مش قصة كلها بس انه هيعوم، القصة كلها لو عوم من غير ما يكون خلاص قدر انه يوفر كمية كبيرة من الدولار، يبقى الحكاية تتكرر، وهنشوف الدولار زي ما سمعنا قبل كده في تقارير كتير هيوصل لل45 جنيه. اما لو كان عنده كمية من الدولارات هيضخها، واللي يقدر اللي يعوز الدولار يروح ياخده من البنك المركزي او من البنوك الرسمية، ساعتها مش هتلاقي في حاجة اسمها سوق سودا اصلا، وبكده يكونوا المصريين يعني ارتاحوا شوية من اعباء السوق السودا. وبنتمنى انه ده يحصل بصراحة في الايام اللي جاية، عشان خاطر نشوف انهيار شوية في الاسعار، ولو ان احنا شايفين انه عمر ده ما هيحصل ابدا الا في حال لو كان عند حضرتك رقابة، لانه التاجر بيسمع بس لما بيوصل ل40 جنيه وعمره ما بيسمع لما وصل ل36 جنيه، وده احنا شفناه، كان الدولار ب36 جنيه بعد كلام الرئيس، والذهب كان مكمل في ارتفاع زي ما هو.
وللأسف هي دي المشكلة الحقيقية. أتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا ولو بمعلومة واحدة من الفيديو، وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وأشوف حضراتكم في فيديو جديد وخبر جديد. في أمان الله.